Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menerjemahkan kalam Abuya Profesor Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, tausiah beliau di acara Maulid Akbar tahunan Kuliyatul Syariah wal Qanun tadi. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى خصنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعله لنا أسوة وهاد ودال على الصراط المستقيم، نسير خلفه مقتديين به، فندخل الجنة بهذا الاقتداء، ومن أعرض عنه واتبع غير سبيله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله سبحانه وتعالى فتح لنا طريقين: الصراط المستقيم طريق الجنة، طريق رضوان الله سبحانه وتعالى وقائده ودليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الطريق الآخر هو سبيل الشيطان، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والنفس بها هوى وبها دواعٍ يتلاعب بها الشيطان فيخرجها من الصراط المستقيم ويمنعها من اتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. خلق الله فينا المحبة من أجل أن نحبه وأن نحب رسوله وأن نحب النور الذي جاء به هذا الرسول الكريم، وخلق لنا محبة في الطبع، وجعل أهل هذه لكل محبة حكما، فحكم محبته واجب لا يتم الإيمان إلا به، أو لا يكون الإيمان إلا به، ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن خرج عن طريق محبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم صار إلى طريق الفسوق، وهو الخروج من الصراط المستقيم. فلا يصح لك سلوك الصراط المستقيم إلا أن تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن الآن في مجلس نتعلم فيه كيف نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ومن والده ومن الناس أجمعين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
بدون محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصعب علينا أن نتبعه، يصعب علينا أن نقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ عقبات كثيرة: هوى النفوس ووساوس الشيطان. الشيطان يتلاعب بقلوبنا ويذل محبتنا. ولأضلنهم، قال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان إذن يضلنا، يضل جنس الإنسان، فيزين له طرق الباطل، يجعل من الشيء الذي لا قيمة له يجعل له قيمة، يزين الفساد، يزين الفواحش، يزين الشر. ومعنى التزيين أنه يضع قيمة وهمية لشيء لا قيمة له. وإذا أردت مثالا لهذا فانظر الآن إلى الأشياء التي تشترى. تشتري جوال يؤدي الوظيفة المطلوبة من الجوال، الاتصال وما إلى ذلك، بمبلغ، وتشتري جوال ماركة بعشرة أضعاف هذا المبلغ. لماذا؟ لأن هناك قيمة أضيفت لهذا الجوال الماركة، قيمة وهمية. المقصود الشياطين يسرقون منك المال، ولكن سرقة المال سهلة. كيف لو سرقوا دينك؟ كيف لو سرقوا كرامتك؟ كيف لو دمروا أسرتك؟ كل هذا من التزيين، الإضلال. ولأمنينهم، يمنيك أن تدخل الجنة دون عمل، أن تتبع هواك ثم تدخل الجنة. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. لا تقل أنا ما زلت شابا وسأتوب قريبا. لا تتكل على مغفرة الله سبحانه وتعالى وأنت لا تحسن العمل. فلا تظن، لا تقل أن هذا من الرجاء، فلا تظن أن الرجاء أماني، كما قال العدني رحمه الله: فلا تظن أن الرجاء أماني، تضيف إلى جهلك ضلال ثاني. فلا رجاء إلا لما تعاني من العمل تحصد في محله. يقول لك رب غفور رحيم: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. يأخذ الدنيا ويقول رب غفور رحيم، يرتكب المعاصي ويتبع الشهوات يقول سيغفر لنا. هذه أماني، من أين، ما هو مصدرها؟ ولأمنينهم، يخرجك من صراط المستقيم إلى طريق الأماني. ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، والموارد التي أباحها الله سبحانه وتعالى لخلقه من الحلال يغيرونها ويبدلونها ويعيدون توزيعها بطريقة تخرجها عن أحكام الله سبحانه وتعالى. وهذا باب من أبواب الضلال عظيم. الربا، أكل مال الحرام، أكل ما حرم الله سبحانه وتعالى من المحرمات، كل هذا من إضلال الشيطان. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله.
فطرة الله التي هي نور من الله سبحانه وتعالى، من والى الشيطان أخرجه من ذلك النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. في نفسك ظلمة وفي نفسك نور، ظلم نور الفطرة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا نور ثابت في الفطرة. الإيمان فطري في كل إنسان، ولكن تطمسه الأهوى وتطمسه الشياطين أعداء الأنبياء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فإذا هذا النور الذي في باطنك يخرجك الشيطان منه، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يخرجك إلى ظلمات الشرك، إلى ظلمات الضلالة، تشرك بالله فتجعل معه آلهة يزينون لك ويحددون ما هو الصواب وما هو الخطأ، ما هو الحق وما هو الباطل. ولا يقول الحق إلا الله، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأما الشياطين فلا يأتون إلا بالباطل، وكل ما خالف الحق فهو باطل. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الفطرة يجب أن تكون في كل سلوك. الفطرة النكاح، تغيير خلق الله بأن يباح السفاح وأن تنتشر الشهوات وأن تبدل الفطرة. وهذا مشروع ضخم للشياطين أعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين يأتون من الغرب ومن الشرق، يأتون بتغيير خلق الله سبحانه وتعالى، ينشرون الفواحش، ينشرون الفواحش ويشيعونها في الذين آمنوا، ويزينونها بالتكرار وبالدعاية المركزة وبالتزيين بكل لون وبكل طريق، وخصوصا من خلال التلفزيون ومن خلال الإنترنت، بيوت الشياطين. الشيطان يسكن في الإنترنت، الشيطان يسكن في التلفزيون، من هناك يبث سمومه، يبث شروره، ويزين أصنام وتواغيت يتبعونها. يقول لك الغرب، الحضارة الغربية، إذا أردت أن تكون متحضرا فعليك أن تجعل أهلك أو لا تغار على أهلك، لأن هذا كلام قديم. يقول لك الحداثة شيء الجديد، طريقة الغرب يصنعون، يريدون أن نعبد الأصنام. الصنم ما هو الصنم؟ الصنم معنى، معنى باطل. الذي يعبد الصنم ماذا يعبد؟ ما يعبد حصاه، ما يعبد حجر، ما يعبد شيء منحوت، ولكن يعبد وهم، يعبد فكرة أن هذا الصنم فيه معنى الألوهية. وكذلك إذا جعلت الغرب طريقا إلى معرفة الصواب، وجعلت كل ما يقول هو، فقد عبدته من دون الله واتخذته ربا وإلها من دون الله. من جعلته ندا لله سبحانه وتعالى يبطل ما قال الله ويحق باطله أو يقدم باطله على أنه الحق، فقد عبدته من دون الله. الآن هناك اتجاهات كبيرة لتدميرنا، وهناك ناس يسمعون كما قال الله سبحانه وتعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ماذا يفعلون الآن؟ يزينون الشر، يزينون الفواحش، ونحن نسمع وكثير يقبلون. نسب الطلاق في البلدان العربية الآن ارتفعت. في مصر خلال 50 سنة ارتفعت نسبة الطلاق من 7%، يعني من كل 100 عقد زواج هناك 7 حالات طلاق قبل 50 سنة، اليوم كم؟ 42%. 42%.
في الكويت 47%. هذه إحصاءات رسمية من الحكومات نفسها. لماذا؟ لأن الفطرة تغيرت، ولا آمرنهم فلا يبدلن خلق الله، ولا آمرن فلا يغيرن خلق الله. يغير خلق الله النظام الاجتماعي، علاقة بين الرجل والمرأة، بناء الأسرة. الآن في فكرة تمشي في الإنترنت بين النساء، يقول لك زواج لا إنجابي، بمعنى أن المرأة تختار أن تتزوج، ممكن تتزوج ولكن تشترط أن لا تنجب. كيف لا تنجب؟ قال لك نعم، من أجل أن تكون لها الحرية، من أجل أن يكون لها الاستقلال. كلام شياطين ونقبله. ليش؟ لأن محبتنا للنبي ناقصة. ما يمكن أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونتخطى كل هذه الظلمات إلا إذا أحببنا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أنذرنا الآخرة، والله يقول ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه. إذا رضيت هذا فشك في إيمانك، إذا رضيت الفواحش، إذا رضيت هذه الأحوال وهذه التفاهة وهذا الخبث فشك في إيمانك، راجع إيمانك. ولا سبيل الآن، السبيل أمامنا إلا أن نقوي علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون أحب إلينا من أنفسنا، فنتخلص بمحبته. كونه أن يكون أحب إلينا من أنفسنا، نتخلص من أنانيتنا، نتخلص من الهوى، لأنه أبغى الهوى هو أبغض معبود يعبد في الأرض. ما عبد معبود في الأرض كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيض عند الله من هوى متبع. قال تعالى واتبعوا أهواءهم. بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحصل لنا الأمان، يحصل لنا الطمأنينة، يحصل لنا اليقين بما أخبرنا به من أحوال الآخرة، ويحصل لنا الإيمان بالآخرة، الإيمان الحق. قال أحد الصحابة يا رسول الله إنا نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك وعافسنا الأموال وضيعتنا شيء نسينا كثيرا. قال لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة ولكن ساعة بساعة. كان حب النبي صلى الله عليه وسلم متمكن في قلوبهم. نحتاج إلى مثل هذه المجالس، ربما تكون غريبة على بعض الناس الذين يشاهدونها الآن، لكنها معبرة عن حب. والمحب لا يلام في طريقة إبرازه لمحبته، في طريقة تعليم المحبة. المهم أن نحب، المهم أن تترقى هذه المحبة وتزيد حتى تكون أمانا لحياتنا، وأمانا في قبورنا، وأمانا في برازخنا، وأمانا في نشرنا وفي حشرنا. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى وأحق بنا من أنفسنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بمحبته ننجو في القبر. إنكم تفتنون في قبوركم بنحو فتة الدجال، فيؤتى الرجل منكم فيقال له ماذا تقول في هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإما إن كان مؤمنا فيقول هو رسول الله، هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، آمنا به وصدقنا، فيقال له نم كما تنام العروس. وأما إن كان مرتابا فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثلهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمانك في قبرك، النبي صلى الله عليه وسلم أمانك في حشرك. قال ونبيكم واقف على جنبتي الصراط يقول يا ربي سلم سلم، وأنت وكل أحد يفر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكن النبي ما يفر منك، ونفسك تفر منك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، لكن النبي ما يتركك، يشفع لك، ولا يرضى بأحد من أهل لا إله إلا الله يبقى في النار. أليس أحق بنا من أنفسنا؟ بلى والله، هو أولى بنا من أنفسنا وأحق بنا من أنفسنا. عظم الله في قلوبنا محبته،
وساقنا إلى هذه المحبة وجعله أحب إلينا ومن والدينا ومن كل شيء أعطانا ربنا سبحانه وتعالى ومن أنفسنا حتى نستمتع بالإيمان ونهتدي بالهداية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب.